السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا بكم. أنا بصفتي بلالي عياد ولد علي ولد بشير البلالي، نسكن جماعة المحبس لمدة طويلة. هذا الشيء اللي كيقولوا هذا الناس غفر الله لنا ولهم، لا أساس له من الصحة، وهو دعايات خاوية يقولوا القرطاس يقولوا الكرة، والله العظيم لا أساس لها من الصحة. واني شيباني فخر عمري، والله ما حلفت بالله على كذب، والله العظيم هذه الدعايات الأخاوية لا أساس لها من الصحة. احنا نحمد الله نعيش في امن وسلام بخير وعلى خير، ونشكر القوات المسلحة الملكية. هذا المحل هذا فين عندك بلاصة؟ هذا المحل جماعة المحبس النقطة الحدودية مع تندوف. بالنسبة لكم انتم هذاك الشيء اللي كنتوا اللي سمعنا احنا مثلا وصغي جميع المغاربة بانه كان القرطاس وكانوا الصوار وكذا، واش انتم ما سمعتوا شي حاجة حسيتوا في حالة؟ لا بالنسبة لنا هذا الشيء غير مجرد إشاعات وصافي، ما كاين حتى شي حاجة اللي زعما شي حاجة بالنسبة لنا هنا ماشنا حتى شي حاجة ولا شي. وبخصوص المواد ديال الغذائية واش كتوصلكم كيفاش الطريقة باش كتوصلكم؟ واش كتوصلكم بشكل دوري؟ يعني ما كيكونش فيها خصص؟ لا موجود السلعة موجودة الحمد لله، كاين هنا أصحاب السلعة بالنسبة للكاميونات، كاين أصحاب السلعة هادو أصحاب السلعة موجودين. الوقيتة إلا بغيت السلعة موجودة كاينة زعما بالنسبة للسلعة موجودة هاد الساعة هادي. وبالنسبة للخضر؟ الخضر موجودة. تجي 4 مرات في السيمانة بالنسبة لهنا لهاد الحوان ديال المحبس، 4 مرات في السيمانة وبثمن مناسب. هون المحبس كاين في جامعة المحبس. بحال عندك جماعة المحبس؟ والله. شحال بعد نتوما الحدود هنا بعد الجزائر؟ أخي تكون شي 55 ولا 60 كيلومتر بحال هكاك. واخا قول لي هذوك الإشاعات ديال اللي كنسمعوا ديال أنه راه كاين قصف وكاين قرطاس. أخي هاد الإشاعات حنا سمعناهم لا عند بنادم، ما حنا ما سمعناش. هما ما وصلوش. والله حنا ما سمعناش هنا الحمد لله. كيفاش عايشين الحياة ديالكم هنا؟ حنا بخير الحمد لله، كل شيء موجود، الخير موجود، راك تشوف بعينك. ما كاينش داك الشيء غير إشاعات وصافي. بالنسبه للمواد الغذائيه وهذه موجود الخير الحمد لله، جميع المواد كل شيء كيجي يوصلنا حتى هو. شنو المواد اللي كتبيع؟ انا دروكلي والله. والسلعه ما كتخصكش ولا كاين اللي كنجيبوها؟ كنمشي نجيبوها. كتجيبوها؟ كنجيبوها من اكادير. وبالنسبه للسلع هنا بالنسبه للخضار وهذه ما كيتعطلوا عليكم؟ لا الحمد لله الخضره موجوده هنا، كتجي 4 مرات في السيمانه، الخير موجود. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محجوب عبد الفاضل المهدي من جماعة المحبس من قبائل أيتوسا. أسكن بين جماعة المحبس منذ 8 سنوات تقريبا، والحمد لله نحن عايشين في سلام واطمئنان. والشيء اللي كنسمعوا به في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لا أساس من الصحة، غير كذوبات إشاعات غير لا أساس من الصحة. والحمد لله عايشين بخير وعلى خير الحمد لله، وكنشكر القوات المسلحه الملكيه على المجهودات اللي قائمه بها، ونتمنى باعتزاز فتح معبر قرقيات بكل فخر واعتزاز ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا كل شيء ما كاين لا صلاه صحه، الحمد لله عايشين بخير وعلى خير الحمد لله، كل شيء موفر. ما كاين لا قرطاس لا كور، اللهم يحزنون، عايشين بخير، مجرد دعات. كل شيء حاجه قبلت قاعدين هنا ان شاء الله، اش كديروا هنا مازال؟ كل شيء حاجه كون خوين البلاد. الحمد لله اللهم لك الحمد، بخير خير، الضوء كل شيء الحمد لله كاين، الاتصالات كل شيء موجود الحمد لله، اللهم لك الحمد، عايشين في امن وسلام، مرحبا وسهلا بكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.